يستأثر الوضع في الجزائر باهتمام متزايد من قبل وسائل الإعلام المحلية والدولية وأيضا من قبل معاهد دراسات مختصة. صحيفة كل شيء عن الجزائر تساءلت في نهاية الأسبوع الماضي عن احتمال تكرار السيناريو المصري في الجزائر اقتصاديا وسياسيا، بينما صدر في الولايات المتحدة ثالث تقرير عن الوضع في الجزائر وذلك في ظرف شهر واحد. تقرير اعتبر أن الوضع في الجزائر أصبح ناضجا للانهيار، وقال إن السؤال هو ليس متى بل هل سينهار الوضع في الجزائر. للمزيد من المعطيات حول الموضوع معنا مباشرة من باريس السيد كاميل ساري، أستاذ بجامعة السوربون ومختص في الشؤون الاقتصادية المغاربية. أستاذ ساري أهلا بك. أهلا وسهلا. أستاذ ساري، ما تعليقكم على هذه التقارير الدولية التي تحذر من خطر انهيار الأوضاع في الجزائر؟ نعم، كل هذا كان منتظرا وفي كل يعني أبحاثنا في معهد الدراسات المغاربية توقعناها ما يقع، أي توقعنا أن الاعتماد فقط على المحروقات التي تشكل 98% من الصادرات و 60% من ميزانية الدولة يعني لا يمكن أن يدوم. لماذا؟ لأن كل الدراسات تعطي انهيار ليس فقط للأسعار وهذا ما وقع، ولكن حتى كذلك للإنتاج، فليس هناك اكتشاف آبار جديدة. وأن عديد من المحللين يقولون والمختصين يقولون بأن من الممكن أن إنتاج الغاز الذي هو أساسي قبل النفط يمكن أن يعرف انهيار في مدة 15 سنة. ولا ننسى أن هناك العامل الديموغرافي الذي لا يلعب دورا إيجابيا بالنسبة للجزائر، بحيث أن الجزائر ستعرف ربما نسمة تفوق 50 مليون في أفق 2030. هذا معناه أن الجزائر ستصبح دولة تستورد، ولكن حاليا يعني حتى هذا الازدهار الذي عرفته الجزائر من قبل نتيجة ارتفاع كبير لأسعار النفط وتوزيع الثروة انقرض الآن. نعم، السيد كاميل ساري أستاذ بجامعة السوربون ومختص في الشؤون الاقتصادية المغربية، شكرا جزيلا لك لهذه التوضيحات.